فتحت البوابات على بركة الله لتنافس الجياد والأفراس عمر 3 سنوات فأكثر في الشوط الرئيس مساهمة الخطوط الجوية العربية السعودية والذي تبلغ مساهمة 180 ألف ريال على مسافة 1600 متر. تبدأ الانطلاقة بيروت في انطلاقة سريعة في المركز الأول مع دخول نجمة الزلفي وكذلك طير الخير في المركز الثاني والثالث والصدارة لبيروت من الداخل في المركز الأول والمحاولات من بقية الجياد للتقدم. طير الخير يأتي إلى المركز الثاني. نجمة الزلفي تبحث للخروج الآن وتحسين الموقع مع أيضا أشقر أحمد في المركز الثالث. يتأخر جبار للمركز الرابع. الصدارة لبيروت في المركز الأول بطول ونصف الطول. المركز الثاني لطير الخير. المركز الثاني يعود للمركز الثالث لجبار في هذه اللحظات. يتأخر أشقر أحمد للمركز الرابع مع محاولة نجمة الزلفي والمرشح يبدأ التقدم والتقدم في هذه اللحظات مع تقدم صعبة المنافسة في هذا الشوط مع بداية الخط المستقيم. نتابع التنافس المثير في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. بيروت تحافظ على الصدارة أم تأتي صعبة وجبار بيروت وعيترون يأتي للمركز الثاني. المركز الثاني لعيترون يستحق عبد الجاين مع بيروت ليفتح المجال للصمود. عيترون يحافظ على الصدارة والصمود تحسمها بكل جدارة. إذا مشاهدينا الكرام انت